نحن هون بمدرسة عين ورقة. هالمدرسة أول شيء انبنيت كدير، انبنيت تحت بالمشرح بسبب العوامل الطبيعية، طبيعة انهدمت. لمن انهدمت عيدوا بنيوها هون، هيدا البنا نحن اللي قاعدين فيه. بنيت وتحتها في أبو على طول، على طول المبنى بني الخوري خير الله أستفين، أستفين غسطا، هودي عائلة بيت أستفين غسطا. بلشوا بالبنا تحت بالمشرح سنة 1630، وطلعوا لهون بلشوا رجعوا 1660. تابعوا البنا كدير، عمروا كنيسة دير مار أنطونيوس الكبير. هالدير خلص دشنوا البترك أستفين الدويهي سنة 1698، واحتفلنا بتذكار 300 سنة مع صاحب المثلث الرحمن البترك صفير لذكرى 300 سنة لتدشينه. ودشنوا نهار عيد الصليب 14 أيلول، ودشن معه كنيسة مارليس غسطا. قال بكلمته بوعظته عن هالدير بده يخرج خير كبير للكنيسة، مثل طلعت مثل نبوة، وماشيين كصلاة ودار وإلى آخره. والخوري خير الله أستفان اللي بدأ بالتأسيس وبناء الكنيسة عمل رسم ورجع البترك أستفان الدويهي مطران، سموه مطران جورج أستفان. كمان تابعوا المسيرة البناء. بعد 90 سنة تممت تحققت نبوءة الدويهي وحولوا الدير لمدرسة. مين حولوا؟ البترك يوسف أستفين، هي صورته أستفين غسطا، كله عم نحكي عن أستفين غسطا. حولوا لأنه النهضة العلمية انحطت كتير، انقفلت الإكليريكية المارونية بروما، حولوا لمدرسة علمية. هالمدرسة اشتهرت كتير، سموها سوربون الشرق، وكانت أول مدرسة علمية بالشرق. كما أنه تابعوا وطلع منها خريجين كتير كبار من هالمدرسة للدين وللدنيا. هي كانت إكليريكية بس عطيت للدين وللدنيا. خرج منها أربع بطاركي، بترك يوحنا الحج لحصورته قبالكم من دلبتا، هو مات يوم الميت في مر شربل. نتسأل أي بترك مات؟ يوحنا الحج. كمان بولس مسعد أستفين، بولس مسعد ويوسف حباش ويوسف راجي الخازن، عطيت أربع بتاركي. كما أنه عطيت خريجين مطارين كمان كتار كتير غيرون، عشرات المطارين أكتريتن من عائلة بيت أستفين ومن البترك المطران يلي أسس مدرسة بيروت الحكمة، كمان هو تلميذ عين ورقة. كما أنه كمان عطيت مؤسسين اثنين، المؤسس الأباء الكريمية المطران يوحنا الحبيب، ومؤسسنا مونسيونير إيميل جعارة. كما أنه عطيت لنا عشرة ميات الكهنة، كان الكاهن يلي يطلع خريج تلميذ عين ورقة موصوف بفضيلته بعلمه، وكانت تتعلم تعطي الأربع لغات عين ورقة، عربي فرنسي لاتيني وسرياني. واشتهرت بمكتبة كبيرة، المكتبة كانت أعظم مكتبة لأن كلها كانت مخطوطات، وهالمخطوطات هلأ حالياً انتقلت على بكركي. إلى أن سموا هون الدار عين ورقة، نسبة بيقولوا أولاً في عين حطوا له ورقة جوز ورقة شوتة تمشي، بس بالأحرى الأهم هلأ بس إذا فتوا من باب المدخل الرئيسي في حمامة بالرأس، يعني معناتها عين ورقاء الحمامة. رجعنا كمان علمانيين كتار طلعوا خريجين من مدرسة عين ورقة، من هون أحمد فارس الشدياء، بطرس البستاني المعلم بطرس البستاني، الكونت رشيد دحداح، والشيخ بشارة الخوري بيكون جده لرئيس الجمهورية الأول رئيس بلبنان. هيدي ملخص مفيد عن كل حياة عين ورقة، يعني الملخص الزبدة يعطيكن إياها. المدرسة عين ورقة بلشت مثل ما قلنا بعد 90 سنة بال1787 أو 78،
بدأت كمدرسة. ظلت استمرارية لل 1952. آخر فوش كهني كانوا 12 كاهن رسموا الكهني فيها 1952، ومن بعدها وكان من بينات مؤسسنا مونسيونير إيميل جعارة ارتسم معهم، وانتقلت الإكليريكية على مر عبدها هرية غزير بال 52. ظلت مقفولة هون المدرسة، هي مرق فيها أباء يسوعيين ومرقوا الكريمية كمان قعدوا فترة بها مدرسة عين ورقة، بس ما بعرف تواريخهم. كما أنه رجع المؤسس قفلت شي 4 سنين. هالأربع سنين هني من 1952 لل 1956. إجا أبونا إيميل جعارة من بعد ما ارتسم كاهن، هو عيش كهنوته عند الأباء الكبوشيين بالسانوي ببدريس، وكان عم بيعلم تعليم مسيحي عند الرهبات، كان وادي أبو جميل كان كله رهبات هونيك عند البيزنسون، وعند بنوع خاص رهبات الراعي الصالح، عند الراعي الصالح عندنا الفيمير. أبونا بصفته كان عنده كاهن كان مميز، وكل اليوم بيقولوا نقول بده يطلع منه خوري إيميل جعارة، يقضي كل أوقات الفراغ قدام الأربين ساجد وعم بيصلي للأربين، وعمل حتى جوقة من رفقاته الإكليريكية سميهن ملائكة الأربين يجوا يشتركوا معه بالسجود. عنده كان يعني مشغف، قلبه مشتعل بحب الأربين وبتكريم العذراء، وبيقول نحنا كان ينادينا دايماً قلنا يا سورة العذراء، كل فتاة هي بتمثل العذراء حتى نحافظ لها على كرامتها على طهارتها، مثل ما منحترم تمثال العذراء أو منحترم صورتها، بقى هي صورتها حي بكل فتاة، مفروض نحافظ على كرامة الفتاة. لما نشوف عند رهبات الراعي الصالح ليش بده يكون عندنا مشروع نهتم بالفتاة من بعد ما تسقط، ما يكون عندنا مشروع الوقاية خير من العلاج. حاول أنه يأسس مؤسسة فتاة لبنان الاجتماعية، الهدف الأساسي والرئيسي تربية أم الغد، بيربي أم بيربي عالم. يعني لمن هتم بهالتربية هالتنشئة، وبيحب أنه الناس تحافظ على المسكن بالجبل، أنه ما ينزحلوا كلن على بيروت، نضل محافظين على الجبل. بقى بلش بسنة 1956 مؤسسة فتاة لبنان الاجتماعية. إجا طلب المدرسة كان فيه ما بدين يأجروها لحدا من أبونا يوحنا أصطفين، كان آخر رئيس على عين ورقة، قال له ليك خوري إيميل، لو واحد غير خوري إيميل جعارة ما بيشوف عين ورقة بعينيه من الرملية فوق، بس أنت لأن بعرفك شو أجروا إياها. ومشي وانفتحت مؤسسة فتاة لبنان الاجتماعية سنة 1956. بلشنا بثلاث فتيات، بلش المؤسس جيب ساعدوا رهبات مريوحنا المعمدان حراج، ومشت هالمؤسسة ما في سنة صاروا شي 150 بنت 200 بنت. قال بما أنه هالمشروع يعني عم بيزدهر وعم بينمى، وهدفنا الأساسي العلم، مثل ما بيقولوا الأشغال اليدوية، كان بهيديك الأيام الارتزانة كتير عم بتشغل الفتيات، أنه هالبنت الحب تنزل على المدينة صار عارفي وعينيها وفهمنيها مش من مكان يضحك عليها، كون هي تصير مثل ملح ومثل نور بالمدينة مش تنزل غشيمة، واللي بقيت ببيتها فيها بالارتزانة يعطوهن شغل بتحصل يعني معيشتها بكرامة بقلب بيتها. وركزنا كتير العلم والشغل اليدوي وطبعاً الأخلاق والدين والصلاة، كان يعني برنامجنا نحن كتلميذ كان مثل كأنه برنامج رهبات، القداس اليومي، زيارات الأربين، زيحات بالمناسبة إلى آخره. ومشيت مؤسسة فتاة لبنان تقريباً شي 10 سنين. بيفكر الأبونا من أول ما أسس فتاة لبنان قال أنا بكرة كإنسان بزول وبزوالي
يروح المشروع حتى يضل في استمرارية لخير الفتاة، لخير الوطن، لمجد الله. ما في غير جمعية رهبانية بتقدر تعمل استمرارية. فكر بتأسيس جمعية رهبات الأربان الأقدس المرسلات لخدمة فتاة لبنان. بال66 تأسست فتاة لبنان، بال56، بال66 عشر سنين تأسست جمعية رهبات الأربان الأقدس المرسلات. هالجمعية هي أعطاها أهداف أربعة. الهدف الأساسي والرئيسي عبادة الأربان، وعبادة داخلية وخارجية، ونشر هالعبادة خاصة بين الأطفال والشبيبة. هدف الثاني مساعدة الكهنة بنشاطاتنا الرسولية بالرعاية، خصوصاً الجبل، نحن للقرى. والهدف الثالث سبق وقلنا تربية أم الغد، تربية دينية، أخلاقية، اجتماعية، علمية ومهنية، ركزنا كثير على المهنة. والهدف الرابع والأخير أرسلني لأبشر المساكين، المساكين بالروح يلي ما بيعرفوا شيء عن الله، والمساكين يلي بحاجة إنه نساعدهم مادياً. مؤسستنا هذا شعاره يعني مع الفقرة، ودايماً يقلنا هالكلمة: طالما أنتوا حصة الفقراء الله بيكون حصتكم. وهيدي كتر خير ربنا ماشيين بهالمسيرة، والله يقدرنا نتابع فيها. كما أنه هو البدلة اللي لابسينها هيدي من قوة تصميمه، اللون النيلي إكراماً للعذراء مع المسبحة، والشعاع الأربان بزيته نزل عملوه، عملني عن طباع تكريم للأربان والموديل. وإجت معه راهبة أجنبية من رهبات فرانسيسكان ميسيونير دو ماري، نيكوديم جيمي، كتير ساعدته كمان تمشين تأسيس الرهبني، لأنه كخوري ما له حق وحده يأسس رهبات بدون ما يكون معه راهبة. اجوا رهبتين، سير جوزيفين إبراهيم من قبرص، وسير نيكوديم جيمي من إيطاليا، من شمال إيطاليا، بس جمعيتهم فرانسيسكان ميسيونير دي ساكريكير. تعاونوا سوا بتأسيسنا، وكنا أربع فتيات، منن أنا بنعمة الله أول وحدة مع سبعة، ورجعت بلشت صار في استمرارية بالجمعية. هلأ وصلنا بقوة الله وبنعمة الله، عددنا صرنا 52، بس 52 وسبعة صار من خياتنا بالسماء. بقى هالرهبني صار عندنا هلأ 8 مراكز. المركز مهد الجمعية وأساسها بعين ورقا غسطا. بعدين عنا نشأ بعدها بيت حباء ببلاد جبال. ليش عمر له هونيك؟ ما كان في أبداً رهبات وكهنة يقدروا يقوموا بالخدمة النفوس. نقى منطقة أنه محرومة. عمرنا ببيت حباء بسنة 68 من بعد ما لبسنا نحن رهبات، وبلشنا نبرم على كل الضياع، نساعدهم بالرسالة، نروح مثلاً يبقى كاهن واحد على 3-4 ضياع معن مثل ما بيقولوا، ومجوز الخوري وعنده أعباء وأتعاب، وما كان في تسهيلات التنقل مثل اليوم. بقى نروح نحن راهبي مع تلميذتين كمان تنعود تلميذنا بزمن الميلاد، بزمن العيد الكبير، ندق الجرس، نبلش بالزيحات إلى آخره، نساعد الكهنة وننظف الكنيس، نسهر على نظافة الكنيس إكراماً ليسوع، من الحق الأربان، السفنجات إلى آخره. وأول مرة رحنا عبيت حباء لما بلشنا، عملنا أولاد أول أرباني كانوا شي 100 ولد، كان عملن 14 و12 15 لأن كانوا محرومين. بقى نقى هالمنطقة، هو نقي وين في منطقة بحاجة، ومشينا. من بعد بيت حباء رحنا على ضيعة اسمها كرم المهر، كمان هونيكي محرومين متروكين، عملنا رسالة كتير منيح وساعدناهن، ومنصير نتنقل على غير ضيعة. مش إنه وكنا هون بعين ورقة قبل ما تأسست بيت حباء، بالأحرى لما تأسست نروح فان مليان بزمن الصوم على منطقة حروف جبال تنعمل الرسالة بزمن الميلاد وبزمن عيد الكبير. كما أنه من بعد كرم المهر انتقلنا، عمرنا فويه على أساس بكفر مسحون، بدو يعمل فويه. جيت أنا قلت له أبونا هون الفويه ما بتمشي، كانت بعدها الجامعة ببلوت بعد محضرين الأرض بعد ما أسسوها.
قلت له هون بتنعمل الفويه. بيجيت لي قال لي يا بنتي نحن بدنا نفوس ما بدنا فلوس، لأنه المنطقة هونيك كمان كانت محرومة ما في رسالة فيها. تعمرت الفوية بكفر مسحون، مشيت شي سنة سنتين ما مشي حالة كتير. هلأ حولناها لمأوى عجزي للختيارية، عندنا 100 ختيار نسوين، ومنستقبل كمان مخيمات فيها. وهون بعين ورقة مثل ما قلنا تلميذ، هلأ حالياً عم نستقبل مخيمات، كما أنه كمان هلأ عنا مركز كمان بإهمش، المركز بإهمش كرسالة ورهبات وعم بيشتغلوا إلى آخره، وعملنا جملاج مع سويسرا، عمرنا كمان مثل فويه عم تتلحت صارت على انتهاء تقريباً، مشان نربي الشبيبة على حب السلام ونشر السلام، هذا الهدف الأساسي. كمان عندنا مركز بمرمرون جعيتا، هي قدم لنا اياها استاذ إلي سلوين، فيها جاردري، فيها مستوصف بيخدم كل المنطقه، وماشيين وفيها رساله، كل مركز بده يكون في رساله باديارنا. كمان بقلب الاقدس، نحن عاده ما بننزل على المدينه، بس نزلنا على المدينه لان عاملين جملاج مع السكركور بفرنسا في عرض الأربين كل النهار. نزلنا كرمال هيك، هلا عنا المركز مش لنا بس، الرهبات عم بيخدموا بالمركز. عنا كمان أم المراحم زيارة، كمان رحنا عم نخدم فيها كرسالة، لأنه أبونا مثل ما قلنا عبادته هو الأربين والعذراء، تكريم للعذراء. كمان عنا خيات عم بيعملوا رسالة بالمزار بقلب الأقدس. في كمان عنا مركز بالبرازيل، كمان مأوى عجزي لختيارية ببورتو أليكري. هول مراكزنا بنعمة الله. هلأ وصلنا ما وصلنا عليها، هلأ مثل ما سبق وقلنا رهبات، وعم نأدي رسالات مثلا بالصيفية، بنعمل كتير مخيمات، بيروحوا عجزين كل سنة، بناخد منطقة، رحنا على عكار منطقة عكار، كل سنة بنختار منطقة وبيروح جروب رهبات وبيشتركوا مع الشبيب اللي بيكون بالمنطقة وبيعملوا رسالة. الهم الوحيد والأكبر يلي هو بيريد مؤسسنا مجد الله، خلاص النفوس، نوصل كلمة الله لقلب كل إنسان، وخصوصاً مع الشبيب ينشئوا على حب الله وحب الوطن، مقصرين كتير بحب الوطن. والشكر للرب والشكر لكم. بتعرفوا بتطلع مرات وبقول الناس تسألني ليش بتحب اللي بتعمله هالقد، وبقول أنه بلتقى على القليلة بعشرين شخص بنهار، وكل واحد بتعلم منه كتير كتير كتير. كل يوم في علم، في أشخاص بتفوت على حياتي بتعلم منها كتير، إن كانوا بلبنان أو برات لبنان. بس في مرات أشخاص بتقعد وبتاخد محل كتير كبير من القلب، وبتصيروا تقولوا شو هالنهار، نهار بغزير على أساس بغسطة، عن جديد النهار بغسطة على أساس مش واصلين لهون ومش قاطعين على عين ورقة، وإز بنفتح الباب وأهلا وسهلا فيكن وتفضلوا، والربع ساعة صارت نص والنص صارت ساعة، وتعرفنا على دير. بعتقد كتير منكم بيعرفوا، كتير سمعت عنه، كتير ناس قالت لي عين ورقة شغلة كتير عظيمة كتير كبيرة، بس أنه يكون فيه ميات سنين، أنه يكون مخرج هالقد عالم، أنه يكون فيه مسار. هي بلشت مع الرهبات من أكثر من 55 سنة، يعني ما بينقال الكلمات، ما بتقدي. احضروا شوي قديش ورا حيطان حجر مريت إلى رهبتها، في قلوب كتير حلوة بتقربكن من حب الحياة، يعني نقول هيك.